يمني واسأل التاريخ عني أنا يمني. في صباحات مارس الحزين وصل جثمان الرئيس الراحل عبد الرحمن الإرياني إلى صنعاء ملفوفا بعلم الجمهورية التي وهب حياته من أجل تحقيقها، ومعه الجمهوريون الأحرار من كل أنحاء اليمن، لتشهد صنعاء الجمهورية مراسم تشييع رسمية وشعبية لإحدى أهم الشخصيات التي أسهمت في صناعة تاريخ اليمن الحديث. 14 مارس من العام 1998 كان هو اليوم الذي لفظ القاضي عبد الرحمن الإرياني أنفاسه الأخيرة ليغادر الحياة تحت سماء غير يمنية وفي أرض غير يمنية، وهو الذي دفع من أجل اليمن أرضاً وإنساناً وهوية أهم سنوات العمر، معلماً وقاضياً وثائراً ومختطفاً محكوماً عليه بالإعدام في سجون الإمامة. نشأ القاضي في أسرة علمية وسط اليمن في منطقة إريان التابعة لمديرية القفر في محافظة إب، ليجد ذاته الشابة في مواجهة مع المشروع الإمامي الذي كان يراه ظلاماً يقف في طريق الأنوار اليمنية ومسلك العلم والحرية. التحق بالعمل الوطني الثوري ضد الحكم الإمامي الملكي في أول سنوات شبابه، وشارك في مراحل النضال الوطني كصانع سياسة وفكر وثائر مناضل. أمضى 3 سنوات من عمره في ظلام السجن الإمامي، تولى مناصب قيادية عديدة في العهد الثوري، ثم أصبح في نوفمبر من العام 1967 ثاني رئيس للجمهورية العربية اليمنية الشطر الشمالي بعد الرئيس المشير عبد الله السلال. انتخب في عهده أول مجلس شورى، وصيغ أول دستور يمني حديث، وأسهم في توسيع نواة الجيش الجمهوري لتحقيق ثاني أهداف ثورة سبتمبر المتمثل ببناء جيش وطني قوي لحماية الثورة ومكاسبها، كما بدأ في عهده التفاوض بشأن تحقيق الوحدة اليمنية وأسسها من خلال اتفاقيتي القاهرة وطرابلس بين شاطري اليمن الجنوبي والشمال آنذاك، كتمهيد للوحدة الوطنية وهدف لثورتي سبتمبر وأكتوبر والحركة الوطنية بشكل عام. أنا إن نمتوا على الضيم زمانا وأذاقوني لهيبا وهوانا. استمر القاضي الإرياني رئيسا للبلاد حتى استقال في 13 يونيو حزيران 1974 عقب ما عرف بحركة التصحيح الذي تزعمها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. غادر السلطة متوجها إلى سوريا، ومخلدا مغادرته السلطة بعبارته الشهيرة: لا أريد أن يسفك دم دجاج بسبب بقائي في السلطة، ليقدم رسالة مفادها أن الرئاسة وظيفة لا ملكا خالصا بالرئيس وأسرته. يا أيها التاريخ.